كوكو البنات، وشراكم؟ صافي لاباس؟ الحمد لله. فيديو تاع اليوم راح نشارك معكم الجزء الثالث من سلسلة مراهقات. اليوم راح نشارك معكم كيفاش نحتني بشعري. خلونا نبداو على بركة الله. راح نوجد معكم البنات ماسك للشعر. حاولت في هذه السلسلة نشارك معكم وصفات يكونوا طبيعيين بمكونات يكونوا يتواجدوا عندكم في الدار. واش نحتاجو في هذا الماسك؟ راح نجيبو كمية من الروز، كل وحدة دير على حساب كثافة شعرها والطولة تاعه. نزيدوا عليه البنات زوج كيسان تاع الماء وتخلوه يطيب. كي تشوفوه طاب البنات خلوه يبرد شويه، من بعد ميكسوه بالميكسور. نضيف البنات على الروز، راح نضيف البنات زيت جوز الهند. البنات كي تبغوا تشوفوا زيت جوز الهند شرو هذا اللي جاي في هذه العلبه ويكون تاع حديد البنات، ومن فوقه يكون هكا مقفول. شرو هذا البنات يدير 90 عف بزاف هايل. راح نضيف البنات زوج ملعقتين كبار تاع زيت جوز الهند. اللي ما عندها زيت جوز الهند تقدر دير اي نوع تاع الزيت اللي كان عندها، تقدر ديروا زيت زيتون على ما اظن كامل عندكم في الدار زيت زيتون. واللي ما عندها زيت زيتون تستعمل اي زيت، زيت جوز الهند، زيت زيتون، ولا زيت جونسون اللي عندك ديريه. كثروا من الزيوت لشعركم، خاصة البنات اللي شعرهم جاي ناشف ومتقصف، مع المداومة راح يسقم شعركم. هذا الماسك البنات بزاف هايل، انا دايما نديره كل اسبوع نديره البنات في شعري. البنات هذا الماسك البنات يعالج لكم شعركم، بصح لازم تداوموا عليه، ديروه البنات كل اسبوع. بالاخص البنات دروك راهو مع الدخول المدرسي راح تولوا تكوافوا شعركم كل سيمانة. بالنسبه للبنات اللي راهم دايرين صبغه لشعرهم، في بلاصه ما ديري زيت الزيتون ديري زيت جوز الهند، لانه زيت الزيتون البنات يحمر الشعره. قبل ما ديروا البنات شي ماسك لازم تمشطوا شعركم مليح مليح، ما يكونش مخبل، ديريه في كامل شعرك. بزاف شباب البنات هذا الماسك. دروك راح نشارك معكم بواش نغسل شعري. نستعمل البنات هذه الشامبو والابخي شامبو اللي دائما نهضر لكم عليها، تاع السف بزاف شابة وريحتها تهبل وتبقى فيك. بالنسبة للبنات اللي صابغين شعرهم شرو اللي جاية غوج تاع لي شوفو كولوغي. الشامبوان البنات تاع السيف دير 90 عرف، والابخي شامبوان دير 120 عرف. بالنسبة لبنات اللي تابعوني في الانستغرام، دايما كل ما نحط لهم هكا ريل ولا ستوري في الانستغرام على الشامبو تاع السيف دايما يسقسوني وسام اسكو يطول الشعر. هما شو كاتبين البنات دريم لونغ، يعني يطول الشعر. راح نفهمكم البنات باللي الشامبو مكاش حاجه، مكاش شامبو اللي يطول الشعر، ولا الا استعملتي مواد طبيعيه هما اللي راح يطولوا لك شعرك. فهمتوني البنات؟ الشامبو ما يطولش الشعر، باسكو كل واحد عندها نوع تاع الشعر تاعها. كيما انا مثلا البنات شعري يقعد يبقى يضرب العام عامين البنات، ويلا طوال ويلا طوال، راني نقولكم ويلا. وكاين البنات اللي تقص شعرها مام با سيمانه ويطول شعرها، كل وحده والحساب الشعر تاعها. سما البنات ما تتبعوش انه كل وحده تجي تقول لكم زعما هذه الشامبو طولت لي شعري، ولا ما تامنوش البنات، هذه مكاش منها. راني كل وحده الشعر نوع الشعر تاعها، كاين اللي شعرها طوالي وكاين اللي شعرها ماهوش طوالي. من بعد ما نخرج من الدوش نشف شعري غير بالسربيتة، قليل بزاف باش نكوافي شعري، الا اذا كانت عندي شي مناسبة، كان هكا عيد ولا عرس. اللي بغات تعالج شعرها تمنعه كامل من الحرارة، غير نخرج من الدوش البنات نسلك شعري بالمشطان ومشطه مليح البنات. ندله البنات السيروم هذه اذا كنت غادي نخلي شعري يقعد طبيعي، يعني ما غاديش ندله سيشوار، فهمتوني؟ والا راح كنت راح نكوافيه ما نديش السيروم. هو الاول راح كتمشطوا شعركم بس شوار، راح تشموا فيه واحد الريحه ماشي كاع شابه. في بلاصه ما ديري سيروم ديري كريم سوا اللي يحمي لك شعرك من الحراره. السيروم البنات نبغي نديره كي يكون شعري مشمخ، يعني نشفه هكا غير بالسربيته وندير السيروم، باسكو البنات كي ندير السيروم ونرقد به نرقد بشعري هكا البنات، غدوه كي نوض شعري يكون مسرح ويكون شباب، ما يكونش هكا طالع في السماء ومقشرد، فهمتوني البنات؟ وهذا السيروم تاع سواليس وسختو البنات، هذا اللي جاي اورانج اللي مصنوع بزيت ارغان البنات، يخلي لكم في شعركم واحد الريحه البنات بزاف هايله، وشعركم البنات راح يسقى، باسكو البنات
البنات هذا الاورانج البنات تاع البنات اللي عندهم شعرهم متقصف وبزاف هايل. انا شريته البنات شريته ربيع نعف وعجبني بالبزاف. لو كان تعقلوا البنات انا كان عندي هذاك الغوش تاع لي شوفو كولوري حتى هو شباب البنات. مي البنات هذا تاع سواليس هذا اللي جاي اورانج يخلي لكم هكا واحد الريحه في شعركم بزاف هايله. نصحكم انكم تشروه، ما راحش كي تشروه راح على ضمانتي ما راحش تخسروا دراهمكم في الباطل. ومن الاحسن البنات انه تستعملوا القردون البنات في الصيام والليسي ما يكونوش دايرين الحجاب البنات. نصحكم يكون عندكم البنات قردون هكا البنات ديروا في شعركم. يسيو انكم دوشوا بالخميس كي تجوا من القرايه دوشوا وديروا قردون باش هكا البنات ايفيتو كامل السيشواغ والليسور. سورتو البنات الليسور يحرق الشعر فريمون. البنات الليسور هو اللي يخلي شعرات ولي مهرسه ويولو فيكم لي فوخش وراكم حاسين البنات. الليسور هو الكارثه العظمى اللي يخلي شعركم يخسر. سما البنات من احسن انه يكون عندكم قردون باش هكا البنات يتسقموا لي فوخش وشعركم يطول. البنات القردون يطول الشعر، القردون يطول الشعر ويخلي البنات شعركم يكون مهود ويكون بزاف هايل. البنات نصحكم انه يكون عندكم قردون. لو كان زعما يحكوا لكم هكا والديكم كامل بكري كي كانوا يديروا قردون كان شعرهم بزاف يكون هكا مسقم ماشي طالع في السماء. وكم حاسين البنات القردون البنات عنده بزاف فوائد. جيسبر البنات كون عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخلوا لي ابوني وتفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد وخلوا لي تعليقاتكم في لي كومونتير قولوا لي واش راكم باغيين في فيديو جاي. باي.